إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. تمام. الحل البلدي ايه؟ تعال نتكلم برضو بالحل البلدي. يعني انت بتقول انا بيعجبني البلدي، تعال نتكلم بالبلدي. الحل البلدي، لو احنا دلوقتي، انا دلوقتي اسرتي، انا واسرتي بنعمل 100 جنيه في الشهر، تمام؟ الحل عمره ما هيكون انه انا مثلا في ال 10 جنيه اللي كنت بصرفها على العصير اقسمها خمسه على العنب وخمسه على يعني برضو انا بتحرك في حدود ال 100 جنيه، صح؟ وعندي خمس تنفار في الاسره. فمهما عملت التدبئه، يعني بمعنى اصح اللي انت بتتكلم فيها دي، اوكي، اسمها في الاخر تدبئه. يعني انت بتقول انا اجيب شويه فلوس، زي اللي حصل مؤخرا. انا من وجهه نظري، مع ان انت شايفه، هو انا ضد التحركات اللي بتعملها الدوله في مجال السياسه والحريات الاجتماعيه والكلام دوت، انما انا شايف ان الاستجابه اللي حصلت للمظاهرات بان انت تروح تدي للناس غشاوي فلوس، كويس، ما حدش سال فيها السؤال اللي كان السيسي نفسه بيساله من الاول خالص، من ايام ما كان بيتكلم في ان هو يخش الحمله الانتخابيه، بكام ومنين. يعني انت لما رحت رفعت التامينات الاجتماعيه للناس المعاشات، ورحت رفعت المرتبات، ورحت رفعت الكلام ده، ما طلعتش قلت لنا انت، انا اتكلفت عشان اراضيكم، الدوله اتكلفت كام، وجبنا الفلوس دي منين. لان احنا كلنا عارفين ان احنا النهارده الموازنه العامه بتاعتنا مش مغطيه انفاقاتنا، لدرجه ان يعني طلع وزير الماليه وقال احنا بنستلف عشان نسدد عجز الموازنه، مظبوط؟ فانت اساسا معكش فلوس تبقشش باي حاجه، فانت بقششت منين وبكامل البقشاشه اللي حصلت دي. فالحل البلدي اللي جميع الناس، اللي اي حد عنده اي علاقه بالاقتصاد من بعيد او قريب فاهمه، ما بتطلعش تتكلم فيه عشان بتحب تزايد. حتى المعرسين اللي بيطلعوا يتكلموا في البتاع، لما بيطلعوا يقولوا الغلابه يا ريس، والكلام اللي بيتقال في البرلمان اليومين دول كله رايح في منطقة انه الغلابة وبتاع، ما حدش بيقول بكم ومنين، كويس؟ فهل احنا دولة فقيرة؟ دولة فقيرة. ما ينفعش نبني قصور؟ ما ينفعش نبني قصور، ما ينفعش تبني قصور، ده مفهوم. الفلوس اللي رايحة للقصور ايا ما تكون، تمام، مش هقول لك اديها للناس شندوشتات، مش هقول كده، ما تديهاش للناس شندوشتات. وبعدين احنا عايزين نعرف مين المعلومين على فكره، ومين الناس اللي بتبني دول، ومين بيكسبوا ايه دول الناس اللي بتدي الاصول دول، مكسبهم كام في الميه والكلام ده. ما هو بص، انا عايز ارد عليك يا شيرين بيه في حته. احنا الاثنين ما اعرفش، انا شايفك، انا متفق مع كل الكلام اللي انت قلته بالكويس، بس انا عايز ازود عليه شويه نقطه. بس اللي هو انا عشان انا واقف بره وفي الشارع وببص على الحكومه من وجهه نظر براها، واخد موقف منها مش ايجابي، واخد موقف سلبي، وهو ان اصلا الحكومه دي بالاساس هي بترفض انك تتعاون معاها. يعني انت لو حاولت تتعاون مع اي، حتى بعد الثوره على فكره، حتى وقت الاخوان، على فكره الاخوان طلعوا عليا اشاعه مثلا احب ارد عليها دلوقتي، ان هو ايه، وائل غريم ده اتعرض عليه وزير شباب، واتعرض عليه وزير، ولا اتعرض عليا اي بتنجان اصلا، ده استظراف، وهم عارفين ان هم ما يردوش عليا اي بتنجان برضه. يعني هي مفهومه، لان انا حتى لما رحت قابلت هشام قنديل قعدت معاه نص ساعه، هو الراجل ما فاهم يعني ان انا بدماغي كده وما منفعوش يعني. بص يا وائل، مش انا راجل بكلمك اهو واحنا الاثنين حبايب. انت لو كنت تعينت وزير انا كنت شخرت وش كده، مش عشان انا معترض على وائل غنيم كانسان، عشان انا شايف انه الوزير دي وظيفه، زي مدير شركه، زي بتاع، دي وظيفه يستلزمها قدر معين من الدرايه الاداريه والفنيه في موضوع الوزاره، كويس؟ ده كلام مفهوم، وانا كنت بشكر بالنيابه عنك على فكره عشان تبقى فاهم بس. يعني قصدي، متفقين يعني قصدي اتفضل. انا عارف انا واقف فين في حياتي. يعني انا لما كان اي حد بيقول لي وزير، انا حتى لما رحت قابلت هشام قنديل قلت افهم بس الفكره ايه عشان اخد فكره، بس هو طبعا حتى انا ما لحقتش اخد فكره، لان هو
هو الناس دي كلها عايزه اسطمبات. هو انا بقى مشكلتي مع الحكومه دلوقتي ان هو دلوقتي محتكر الخيال بتاع التنفيذ. يعني انت بتقول لي هو بيصرف 100 واحنا شعب احنا مواردنا فقيره. لا يا فندم، انا هقول لك على حاجه، انت لو تسيب لي مصر 3 سنين ونظبط السياحه، انا ممكن ازود لك موارد السياحه دي 10 اضعاف عادي جدا. ليه؟ لان هو انت عندك اوريدي كل حاجه، انت عندك بحرين ونيل وعندك اثار من الاف. دي ستيتمنت انت بتقولها يعني يا وائل؟ ايه؟ ده تصريح؟ ده تصريح؟ ده تصريح انت بتقوله يعني؟ لا، ما انا مش هشتغل في الحكومه خلاص، بس هو اللي انا عايز احكيها اقول لك التصريح اللي بجد. لا، اصل انا احنا ممكن نابديت اوقفك هنا الاوبريتنج واسالك، سيستم بتاع الناس، محتاجين نابديت عشان الناس بتتعامل مع الجانب اسالك الوحش. سؤال. طيب، هو دخل السياحه دلوقتي كام؟ انا اخر لو انا فاكر الارقام صح، بين 10 و20 مليار دولار، حاجه رقم في النص كده، بيسبح بين 10 و20 دايما مليار دولار. لا، احنا بنقول دخل السياحه مش الفلوس اللي بتتصرف. دخل السياحه يعني الربح اللي بيوصل للدوله من المصاريف. اللي في الموازنه. انا اللي انا اعرفه، اللي انا فاكره بين 10 و20، يعني انا فاكر كان اصل انا بطلت. لو 10 و20 مليار من السياحه بس، يعني هو الموازنه كلها على بعضها. انا اخر مره استنى، بص انا مصر علاقتي بيها انفصلت بعد 2013 شويه، فانا مثلا طيب، الموازنه اخر انا فاكر موازنه كانت على حسب متقسمه اربع ارباع. لما تكوني ذاكره كانت انا مش بعمل لك اختبار اوقعك يعني. كانت ما انا فاهم. رقم انا وصلت له كان تريليون اظن و350 مليار جنيه. ده الموازنه كلها على بعض، مظبوط، 80% اساسا او 70% منها على الاقل جاي من الضرايب. مفهوم، ده مفهوم. والسياحة بالمناسبة، وانت عندك قناه السويس، عندك قناه السويس بتتحرك في حوالي 5 6 مليار دولار. تمام، يعني الكلام ده لو ضربته في 20 هيبقى صعب جدا ان يبقى 20 مليار ده جاي من انا قناة السياحه السويس بالنسبة لي، كموازنه قناة عامه. السويس بالنسبة لي حاجة في النهاية، دي حاجة كده ستيبل، مش هترفع، مش هتطلع وتنزل. اللي يطلع وينزل ويتغير كتير ويطلع ممكن بأضعاف أضعاف السياحة، لأن أنت دلوقتي عندك، أولا أنت اهتمامك بالمرافق سيء جدا. ثانيا، الناس اهي بتصحح لنا، بتقول لك الموازنه 1.8 تريليون جنيه، وانفاق اعتقد هم قصدهم الانفاق العام على السياحه 12 مليار دولار يعني بين الماضي. 10، يا سلام اهو. المهم، فانا بس ده بحس، الانفاق. لا، مش الانفاق، الدخل الدخل الحكومه يعني. ما أه احنا اصل الموازنه دي يعني الفلوس اللي الحكومه بتصرفها، أه لا، فبالتالي ده الدخل العائد بتاع السياحة، العائد بتاع مجال السياحة. العام، العائد العام العائد العام. اللي محتاجين نعرف كم منه بقى بيخش الموازنه، يعني كم منه هو هامش ربح في صوره ضرائب من السياحه او خدمات بتقدمها الدوله او كده. يا امين يا بخوش، استنى بس، انت ما الناس بتخش تفتي حاجات حلوه، انا هفتح الموازنه. المهم، انا خلينا نوصل الفكره، وعلى فكره احنا الاثنين محتاجين، انا عايز اهو اذاكر محمد جمال بيقول لك دي الايرادات، ال 12 مليار دول صح. الايرادات، ايوه انا فالايرادات ده فاهمها مش كده، دخل انا فاهمها الدوله. صح كده. فالمهم، يعني الفكره وما فيها، البلد النهارده بتعاني من سوء اداره الموارد، الناس بتتعامل وحش، السياح بيتعاملوا وحش، بيتعاملوا وحش جدا، واحنا فاهمين ده من اول ما دخولهم المطار لحد ما بيروحوا. المعامله ممكن تبقى احسن، ممكن على فكره الضباط يكونوا بيطلعوا. ماشي، انا معاك في كل ده والله. يعني انا مش بقول فانا خالص بس بحكي، انه احنا عاملين عمل عبقري في لا السياحه، لا، انا ما بقولش كده، ما بقولش انه بس ثواني، انا برضو ما بقولش ان احنا، انا فاهم ان انت ما بتقولش ده، بس انا بحاول ارد عليك رد جدلي شويه، في حته ان انت بتقول لي هو وضعنا كده. احنا مثلا قطاع التكنولوجيا، احنا سفرنا كل المهندسين خلاص الحمد لله، كلهم سافروا وهجموا البلد لان هم بيفكروا عندهم فرص، فسافر. انت قطاع التكنولوجيا ده قطاع على فكره الماشين ليرنينج، في الفتره اللي انت اكبر شركات في العالم دلوقتي ايه؟ هي شويه شركات التكنولوجيا اللي مسيطره. انت مقدم ايه في قطاع التكنولوجيا؟ ولا حاجه، ولا هتعرف تقدم، لان انت اخرك تفكر بشكل تقليدي بحت، وتعمل منحه في الوزاره بتاعت الاتصالات وتعمل مشروع فاشل، ده اخرك. لكن ان انت تطلع شركه زي سامسونج، ولا تطلع شركه زي ابل، ولا تطلع شركه زي جوجل، مش هتعرف تعملها وانت عامل مناخ القمع ده، ما تعرفش تعملها، لان العيال الحلوه اللي مخها نظيف. طيب، يعني ايه يعني من اللي احنا قلناه ده، احنا متفقين دلوقتي انه عشان ان احنا نوصل لمرحله ما يسمى بالرخاء، تمام، عشان الناس تشوف الرخاء اللي احنا كلنا بنطمح له، احنا بنتكلم انه على الاقل الناتج القومي المصري ده لازم يتضرب في 20 25 ضعف، صح كده؟
متفقين على النقطة دي؟ مثلا تمام. وإنه لو جبنا أي حد اقتصادي وقال لك اتكلم في كل الحاجات، وجبنا بيل جيتس شخصيا يدير الاقتصاد بتاعنا، تمام؟ إنه عشان يتحقق القفزة من 20 إلى 25 ضعف دي، لأن هي برضو في تاريخ دول، تمام؟ ما حصلش إن في دولة قفزت 20 25 ضعف في سنة ولا سنتين ولا 3 سنين. مظبوط؟ متفقين على دي ولا مش متفقين؟ متفقين. تمام. هل احنا طب متفقين انه في الفترة من 2013 لحد النهاردة حصل في تطور في معدلات النمو بتاعتنا والإيماني وفي عجز الموازنة والكلام ده، ولا مش متفقين؟ انا هنا هبدا اختلف معاك، بس هقول لك على حاجه، ودي حاجه مهمه. انا مش هعرف افتي في الاقتصاد لسبب انا بقالي فتره مش متابع فعلا، وبالتالي انا هتكلم كلام واحد بيعارض وخلاص، فانا مش مذاكر. بس انا عايز اقول على حاجه. أشكرك أشكرك، وهكتفي بهذا القدر في الكلام في الاقتصاد. بس أحترم انا عايز جدا اقول، اللي انا أنت عايز تقوله اقول ده، حاجه بالاحساس بس، وملهاش علاقه بالورق والمذاكره. انا بقول لك يا باشا، البلد لو ماشيه في اتجاه صح، الناس هتبدا تحس بالامل. الامل هيخلي العقل يهدى ويبطل عصلجه. وبقول لك كلام بلدي اهو، يعني ايه؟ يعني احنا لو ماشيين كلنا في سكه صح وعندنا امل، الله، ده الامل اهو، النور باين اهو. احنا دلوقتي مشكله مصر دلوقتي ان الخيال مقفول متفق عليها. معاك جدا، متفق معاك جدا. قول لي بقى تصورك الأمل ده يتحقق إزاي؟ أول حاجة أنا شايف، أصلاً أنا ممكن أقول لك الأمل مخنوق إزاي دلوقتي، يعني إزاي الدولة خانقة الأمل. لأنه القمع بالمناسبة هو لما قبض على حازم، هو ما بيخوفنيش أنا، هو عارف إن أنا واد من وجهة نظره قليل الأدب وسافل، واحتمال كمان أقل أدبي تاني، يعني هو كان أكيد حاسبها. هو بيأدبني عشان أنا شتمته، وبيأدب أبويا عشان أنا شتمته، وهو أبويا ملوش دعوة وحازم أخويا ملوش دعوة، بس هو في الآخر هو بيخوف كل واحد عشان هو عايز كل واحد خايف من خياله. ليه؟ كل حد اطلق خياله عمل له صداع. كل حد اطلق، يعني مثلا العيال اللي كانت عايزه تدخل جي بي اس في مصر سنه 2003 ولا 2004 عملوا له صداع، فهو ما كانش حاسس الصداع. هو راجل بيروح الصبح عايز يشرب كوبايه الشاي بتاعته وعايز يظبط الدنيا ومش عايز مشاكل، مش عايز ياخد بقى. وبرده مش كوبايه الشاي بتاعته على فكره، هو راجل برده عارف ان الجي بي اس ده خطر ممكن يستخدم غلط. ما انا فاهم الدماغ، يعني هو عنده جزء من الحق على فكره. انا حتى بسحبها اهو شويه وبراجع الكلام اللي انا قلته عشان كنت داخل اتريق، بس انا هعدلها عادل، هقول لا، هو راجل حساباته معقدة، وهو بحكم وجوده في السيستم ففي تفكيره تقليدي. أنا راجل حساباتي معقدة بس في الناحية اللي غير تقليدية، فهو مش قادر يتفاعل معايا وعمال يقمعني ويقمع خيالي، فأنا خيالي بيروح لحتت وحشة واتخانق معاه. فأنا اللي أنا بطلبه دلوقتي هو ان هو يبدا يتكلم بالعقل ويتواصل مع كل الناس. هو دلوقتي بيتواصل من تحت الترابيزه، يبدا يتعلم يتواصل من فوق الترابيزه. ما يقوليش انا وهو بيكلمني اول مره كمخابرات يقول لي ما ينفعش تقول للناس ان انا كلمتك. طب انا كده دلوقتي هفقد مصداقيتي.